اهلا بيكم يا اصدقائي مع بستان جديد وزهره جديده. بستان النهارده مع كاتب متخصص في ادب الطفل مع الاستاذ عبد التواب يوسف. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيكم. اهلا. طب ممكن نتعرف على انتاجك الادبي؟ طبعا ده سؤال صعب شويه لانه انتاجي الادبي كبير ومتعدد، بمعنى ان المطبوع ليا حوالي 200 كتاب في 12 مليون نسخه، وعشان كده بقول انه صعب عليا قوي انك تتعرفي عليه في لحظات قصيره. لكن هو انتاج متنوع، جزء منه ديني اسلامي، جزء منه تربوي واخلاقي، جزء منه معلومات ومعرفه. وبالتالي اكتفي بالاجابه دي لانه من الافضل انك تطوفي بالمكتبه وتشوفي كتبي. حضرتك متخصص في ادب الطفل، وماما لبنى زوجة حضرتك برضو متخصصه في هذا المجال، يا ترى المسألة جت بالصدفة؟ لا، ما هيش صدفة. أنا سبقتها في الكتابة الأطفال، وهي سبقتني في التخصص، لأن هي ولسه طالبة في الجامعة بدأت تشتغل في مجلة سمير وما زالت، فهي قضت كل العمر في الكتابة الأطفال. أنا شخصيا تخصصت في فترة متأخرة شوية، ومزجت فترة طويلة ما بين العمل للأطفال والعمل للكبار والعمل للأطفال والعمل في السياسة. اخيرا استقر بي المطاف على التخصص في الكتابه للاطفال، فما هيش صدفه، انما هو نوع من الميول المشتركه، وايضا من المنافسه الشريفه الظريفه اللي تخلي كل واحد منا يحاول يخلي انتاجه احسن من التاني. يا ترى اولاد حضرتك ليهم اهتمامات بالادب والفن؟ اعتقد يعني كبير، يا لبنى لها اهتمام كبير بالادب، هي بتدرس ادب انجليزي في كليه الادب. هشام اتخرج من كلية العلوم وكان معيد في كلية العلوم لفترة، واشتغل شوية للأطفال فعمل سلسلة علمية منها كتاب عن الفضاء. الصغير خالص بيدرس أدب إنجليزي، لكن بتصور إنه قادر على الإبداع والابتكار، وبتمنى إنه يألف كتب للأطفال وقصص للأطفال. طب إيه رأي حضرتك في برامج التلفزيون المقدمة للأطفال؟ أنا شخصيا بحبها وبتتبعها بشكل فيه شغف كبير باللي بيجرى. احيانا انبسط منها واحيانا لا، لكن عموما هي محتاجه كتير من امكانيات اضافيه، لانه المجال محتاج لجهد اكبر شويه. بتابع الافلام والبرامج اللي بنجيبها من الخارج، بتابع الجهد المشكور اللي بيبذل في دراما الاطفال،
ايضا البرامج ذات الطابع التعليمي والطابع الثقافي بحبها اكتر، ونفسي قوي الاولاد يحبوها اكتر وتتقدم بشكل اجمل. وما فيش شك ان التلفزيون اداه سحريه للاطفال يستمتعوا بيها ويستفيدوا. هل بتصلح قصص الجنيات والساحرات لاطفال هذا الجيل؟ انت بتحبيها ولا لا؟ بحبها. خلاص اذا تصلح، عايز اقول ان القصص اللي بتثير الخيال مهمه قوي، وقصص الجنيات في العالم كله محبوبه قوي، والقوى الخارقه زي ما بيقولوا بتعوضنا عن كتير من اللي ما نقدرش نعمله. وعلى فكره عندي حدوته من كتاباتي اسمها عفريت الزجاجه القزم، فيها عفريت صغير كده قزم قد كده بيحقق الحاجات، لكن بيحققها بشكل يضحك، يعني نص الحاجه فقط. تقول له اديني جزمه فيديك فرده واحده، اديني بدله فيدي جاكيته ومفيش بنطلون، والحكايه تستمر. فانا بشجع قوي قصص الساحرات والجنيات وبحبها قوي انا كمان، واحب انكم تقروها، وانا عارف كويس قوي انكم ما بتخافوش منها، لان انتوا عارفين ان مفيش عفاريت حقيقيه، العفاريت الحقيقيه هي انتوا شخصيا. مين من الكتاب اللي بيأثروا في حياتك الادبيه؟ بدايه انا الحقيقه اتأثرت بعدد كبير جدا من الكتاب. انا قارئ كويس للكتب من وقت مبكر جدا، قريت وانا صغير كامل كيلاني وسعيد العريان، محمد الهراوي الله يرحمه شاعر عظيم. ايضا قريت كتاب الاطفال الكبار في العالم، قريتهم كويس قوي. لكن باستمرار رغم ان انا ممكن اكون متاثر بكاتب او اخر، احب اكون نفسي، احب اكون عبد التواب يوسف. وبالتالي ما اقدرش احدد كاتب بالذات اثر فيا تاثير مباشر، انما انا متاثر بالكل في الوقت اللي انا بحافظ فيه على شخصيتي. هل الكتابه للطفل اصعب ولا اسهل؟ ايه رايك انت؟ هي بصراحه اسهل. اسهل؟ لا انا رايي انها اصعب، علشان الواحد يكتب للاطفال لازم في البدايه يكون كاتب. بعد ما يبقى كاتب يدرب نفسه على انه اولا يعرف الولاد بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه، الكلمات اللي بيفهموها ايه الكلمات اللي ما بيفهموهاش ايه، لازم يعرف كل المسائل الخاصه بالاطفال. عشان كده هي اصعب شويه من الكتابه للكبار. انا لما بكتب للكبار الكبير قاري وفاهم وعارف ومخلص مدرسه، فيبقى سهل عليه يفهم انا بكتب ايه، لكن انا لازم ابقى بسيط قوي علشان اقدر اوصل لعقل الاطفال والى مشاعر الاطفال. فعشان كده انا بحس انها اصعب. ايه الزهره اللي حضرتك هتختارها لنا عشان نمثلها؟ اولا والله انت زهره ظريفه جدا، البستان بتاعكم بستان ظريف، والازهار اللي بتنبت فيه ازهار يانعه ومورقه. واذا كان لي ان انا اختار فهختار حاجه من اعمال صديقي رستم كيلاني. هو مش كاتب للاطفال، لكن كاتب بيكتب قصص ابطالها اطفال، وهو انسان شفاف جدا ورقيق المشاعر وطيب جدا، وانا بحب انتاجه وادبه، انتوا كمان هتحبوه. كل سنه وانت طيب يا باسم. كل سنه وانت طيبه يا منى. وانت طيب يا بابا. كل سنه وانتوا طيبين يا احلى توأم في الدنيا. وانت طيبه يا ماما. ودلوقتي بقى انا هقدم في هديه منى. يلا يلا حط الطابع عشان تاخدي هديتك. حاضر يا بابا. الله زي العسل، وادي هديتك يا سيدي. الله متشكره قوي يا بابا. وانا بقى هقدم هديه باسم، يلا حط الطابع عشان تاخدها. حاضر. يا بختك. اتفضل. الله جميله قوي العصافير دي. خد بالك منهم، ده نوع نادر جدا، انا جبتهم بصعوبه. حاضر متشكر قوي يا بابا. نادي عايزه دي واحده. ده البوم صور. صور ايه؟ ده البوم طوابع. الله. لكن هديه باسم احلى، انت اللي كان المفروض تاخدي العصافير وهو الطوابع. ازاي بقى لما انا هوايتي جمع الطوابع وبابي بيشجعني على كده؟ ايه يعني ده شويه طوابع؟ شويه طوابع؟ طب بص ده مليان طوابع قديمه، يعني مثلا ده طابع من ايام السلطان حسين، وده طابع الماني من ايام الحرب العالميه الثانيه. ايش عرفك بقى؟ دي خبره اهو، مكتوب تحت الطابع سنه 1942. وعلى فكره يا اولاد، منى هي الوحيده اللي تقدر الهديه دي، لان جايب لها مجموعه من اندر الطوابع. شفت انا عارفه بابي بيحبني قد ايه؟
اصلهم يا بابي بيقولوا ان هديه باسم اغلى من هديتي. ازاي؟ طب لمعلوماتكم بقى في طابع واحد عند منى ثمنه اغلى من العصفورين بتوع باسم. صحيح يا عمو؟ طبعا يا حبيبي. هو احنا ممكن ناخده ونصوره يا عمو؟ ممكن نصوره يا حبيبتي بس مش هيبقى له قيمه. ايه يا منى؟ مش فاهم اصحابك اسرار هوايه جمع الطوابع. حاضر يا بابا. يلا. طابع البريد علشان يبقى له قيمه لازم يكون حقيقي مش متصور، وكمان بيزيد قيمته قوي قوي لما يكون عليه ختم البريد. في حاجه بقى انا عايزه اقولها لكم عن العصافير. العصافير كل ما زادت الوانها كل ما زادت قيمتها، والعصافير اللي بتطلع اصوات احلى ثمنها بيبقى اغلى. يعني يساوي كام يا طنط؟ كام؟ مش عارفه بكام يساوي. مش مفروض نقول على ثمن الهديه يا ناديه، ومع ذلك الفاتوره اهي هديها لك عشان تحافظ عليهم وترعاهم لما تعرف انهم غاليين. خد هديها معاك. حاضر يا بابا. تصور بقى الاولاد اتلخموا في الهدايا ونسيوا البوفيه. يلا يا اولاد يلا بوفيه البوفيه كله بوفيه كله بوفيه. يلا 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 هدي باقي النور. تعالى هنا وتعالى تعالى النور. ما تاكلش كتير ها؟ ما تاكلش كتير. انت بتاكل كتير. يلا بقى سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا باسم. سنة حلوة يا منى. سنة حلوة يا جميل. يا رمضان. رمضان. أيوة سعادة البيت. خد اوصل البنك اصرف الشيك ده. حاضر يا سعاده البيت. يا ده مبلغ كبير قوي. عيب ما انا كمان هنسلم شغل كتير قوي. ماشي يا سعاده البيت. رمضان الجماعه اللي بيحملوا اوضه النوم الارض خلصوا ولا لسه؟ بيحملوها بره يا فندم. لا بسرعه شويه انا مدي ميعاد الساعه 11 بالظبط. حاضر يا سعاده البيت. الو. ايوه يا بابي ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ عينيا الاثنين يا روحي بس حط الطابع الاول. حاضر اهو. الله زي العسل. طلباتك ايه يا باشا؟ مجموعه اقلام فلو ماستر كبيره قوي 36 قلم. حاضر يا ميمونه حبيبتي. حاضر النهارده يكونوا عندك. باي باي. اول شخص وضع فكرة الطوابع الإنجليزي رولان هيل. وده كان إمتى يا منى؟ كان سنة 1840 وكان الطابع بيحمل صورة الملكة فيكتوريا. وأول طابع في مصر كان إمتى؟ أول طابع في مصر كان سنة 1896 وكان بيحمل منظر أبو الهول والأهرامات. تعرفي يا منى القفص ده ما عادش لايق عليه. ليه؟ عصفورين شيك زي دول وغاليين بالشكل ده لازم يتحطوا في قفص موديله جديد. انا شفت حته قفص هحط الطابع لبابي واقوله يشتريهولي. وانا كمان هحط الطابع لبابي واطلب منه طابع الملكه فيكتوريا. هو انا كل ما اقول هطلب حاجه تقولي هطلب انا كمان. وانت زعلان ليه؟ هو انت اللي هتجيبهولي؟ ايه الحلوين بيتخانقوا ليه؟ بابي ممكن اطلب من حضرتك حاجه؟ اها. وانا كمان يا بابي ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ ما دام هتحطوا الطوابع تقولوا اللي انتوا عايزين. معقول الكلام ده يا شوقي؟ كل شوية طلبات. كفاية طلبات انت كده مدلعهم خالص. يا ستي مدام ربنا مدينا خليهم ينبسطوا. الطابع يلا. عايز ايه يا ورد؟ عايز قفص موديلو جديد للعصفورين الشيك دول. شفت يا ستي نادية القفص ده ما يليقش للعصفورين الجمال دول. وانت يا ملكة الطوابع؟ عايزة طابع الملكة فيكتوريا. طابع الملكة فيكتوريا مرة واحدة؟ لا شوفي لك طابع تاني. ايه مالك يا نادي؟ ايه مالك في ايه؟ مش عارفة. ايه؟ الألم عمال يزيد. هيبقى العلاج ما ينفعش، لازم نروح للدكتور مرة تانية. ما دام مفيش استجابة للعلاج يبقى لازم نعمل عملية. عملية؟ عملية ايه مالكم اتخضيتوا كده ليه؟ ده العملية النهاردة أسهل من أخدان الحقن. ولازم يعني نعملها دلوقتي؟ كل ما نبدر كل ما يكون أحسن. مام يا ولاد هتخش تعمل عملية بعد يومين. تحبوا تقعدوا فين بقى؟ عند خالكوا ولا عمكوا؟ ونروح هنا ولا هناك ليه يا مامي؟ ما احنا نقعد في شقتنا. ازاي بس؟ مين اللي هيراعيكوا؟ بابي هيبقى معايا في المستشفى. واحنا عايزين حد يراعينا ليه؟ واحنا لسه في اللفه ولا ايه يا منى؟ ايوه طبعا. مش انا يا مامي قبل كده عملتلك صينيه بطاطس وطلعت زي العسل؟
زي العسل. دي طلعت زي المشي يا منى. خلاص بقى يا مامي، ما انا اتعلمت احط شويه ملح وادوق، شويه ملح وادوق لحد ما تخلصي الاكل. لا لحد ما تتظبط. وانا عليا تنظيف الشقه وتوضيبها. وما تخافوش تباتوا لوحديكوا. نخاف ايه يا بابي؟ ده فيول هتقدنا كده بيسافروا برا لوحدهم. مش كده يا مامي؟ خلاص يا شوقي جربهم يومين، ان سدوا يبقى خلاص، ان ما سدوش خدهم واديهم لخالهم ولا عمتهم. موافقين يا مامي، اهو ده الكلام. الف سلامه ليكي يا مامي، تروحي وترجعي لنا بالسلامه يا مامي. بالسلامه يا مامي. بوسه دي ولا طابع؟ لا بوسه يا بابا. لا طابع. نانا ننوسه فوقي يا حبيبتي، فوقي فوقي. ها شوقي. ايوه العمليه نجحت والحمد لله. الف حمد لله على سلامتك، الف حمد لله على سلامتك. ايه الم جامد؟ طبيعي، مش عمليه جراحيه يا حبيبتي. اجمدي اجمدي. الاولاد عاملين ايه يا شوقي؟ زي الفل، لسه متصلين دلوقتي حالا عشان يطمنوا عليك. الو يا رمضان. ايه في ايه؟ امتى؟ طب انا جاي دلوقتي حالا يا رمضان حالا. ايه يا شوقي في ايه؟ لا مفيش حاجه يا حبيبتي، مفيش حاجه. لولا جرى لهم حاجه؟ لا يا لا نص. لا يا حبيبتي ده رمضان، ده رمضان في شويه مشاكل في الشغل، وانا هروح اشوف ايه اللي حصل وهرجع لك على طول. اجمدي انا راجع على طول. خليت الشقه زي الفل بتبرق. وانت ايه اخبار الاكل؟ انا مش مهم اكل، المهم بابي ده ما اكلش حاجه من امبارح يا باسم. بصراحة الموضوع ده مش موضوع صغير، الحريقة اللي حصلت في المعرض ضيعت كل حاجة يا باسم. واحنا هنقف كده يا منى ما نعملش حاجة؟ لازم نعمل حاجة، لازم يكون لينا دور. دور ايه؟ طب ايه رأيك نفكر شوية وبعد كده نقول لبعض نعمل ايه. ما تزعلش نفسك يا شوقي، عمر زعل ما هيرجع اللي راح. الحمد لله انها جت في الفلوس وبس، الحمد لله ان انت والولاد بخير، وانا كمان عمليتي نجحت والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بس مش عارف اعمل ايه. احنا نستحمل، لكن باسم ومنى طلباتهم ما بتخلصش. مش انت اللي هقولتهم على كده يا شوقي؟ حط الطابع واطلب اللي انت عايزه. كنت اعرف ان كل ده هيحصل. عموما ما تقلقش، انا عارفه ولادي كويس، منى وباسم عاقلين، أكيد هيقدروا الظروف اللي بنمر بيها دي. أنا مش عارف بس إيه اللي خلى سيادتك تحط مبلغ كبير زي ده في درج المكتب. غلطة يا رمضان غلطة، اللي ما فيه حاجة منهم سلمت. لا في كام ورقة اتحرق نصهم بس، ودول ممكن يرجعوا البنك ونصرف نص قيمته. ودول يطلعوا قد إيه يا رمضان؟ ما يزيدوش عن 200 ورقة. أرجوك يا رمضان تروح البنك وتعمل إجراءاتهم. أنا فرض أي مبلغ دلوقتي. حاضر يا سعادة البيت، أي خدمة تاني؟ رمضان مر على التجار اللي لين عندهم فلوس، أنا فرض أي مليم دلوقتي. حاضر، حمر على كل التجار اللي لين عندهم فلوس، وأكيد مش هيتأخروا لما يعرفوا اللي حصل. السلام عليكم. مع السلامة. بابا عايزة ايه انت راخر؟ ممكن احط الطابع واطلب طلب؟ ده وقت طلبات دلوقتي؟ انت ما عندكيش دم؟ مش عارفين المصيبة اللي انا فيها؟ غوري غوري من قدامي، يلا غوري. منى معلش يا منى، انا متأسف قوي يا حبيبتي، متأسف قوي. انت عارفة الظروف البايخة اللي بمر بيها، ماما حري المعرض، الدنيا مدربكة معايا خالص. بابا انت بتعيط؟ لا يا حبيبتي لا، انا بس اعصابي مشدوده شوي. انت كنت عايزه تقولي لي ايه بره؟ لا خلاص مفيش حاجه. ما باسم راح فين؟ يا باسم باسم؟ ايوه باسم راح مشوار. مشوار؟
بس مش هيتأخر. يا عم خلصني بقى، حد يشتريهم يشتريهم. لا خلينا اروح بقى. اللي هو العصافير دي صنف كويس، بس انا ما اقدرش اشتريهم الا اذا كنت اتاكد ان هم مش مسروقين. مسروقين ايه؟ انا معايا فاتوره الشراء. معاك فاتوره الشراء؟ ساكت، انت ما تقولها لي. اهي شاريهم ب 120 جنيه غير ثمن القفص الجديد ده. وعاوز فيهم كام؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ ليه؟ دول تمنهم اكتر من كده بكتير، لولا اني مضطر. مضطر؟ مضطر ليه بقى؟ وراك مصاريف الاولاد ولا عايز تجيب هدوم للعيال؟ بقى ده اسمه كلام ده؟ قالوا ناقص مشغوليه؟ طيب يا باسم، طيب لما تيجي انا هوريلك. ارجوك يا بابا ما تضربوش قبل ما تعرف مني ايه الحكايه بالظبط. خلاص. على العموم الفلوس هيك، علشان انت ولد جدع، وانا هحتفظ بالعصافير دي مش هبيعهم عشان تبقى عارف، واذا بابا حب يشتريهم تاني هيجوا يلاقيهم موجودين. متشكر قوي، سلام عليكم. مع السلامه يا حبيبي. خلي بالك يا بابا، معاك 150 جنيه. ازاي يا ولد تخرج من غير اذن؟ متاسف يا بابي، بس حضرتك لو كنت عرفت انا رايح فين ما كنتش هترضى. ليه؟ كنت فين؟ اتفضل يا بابا. ايه دول؟ انا عارف ان ده مبلغ صغير بالنسبه للمشكله الكبيره اللي حضرتك فيها. الفلوس دي جبتها منين يا ولد؟ بعت العصفورين من القفص الجديد بتاعهم ب 150 جنيه. اهو زي ما بيقولوا نوايا تسند الزين. يا حبيبي يا باسم، انا مش عارف اقول لك ايه، بس العصافير دي لازم ترجع، انا مش موافق على كده ابدا. ربنا يخليك لينا يا بابي، وتجيب لنا زيهم واحسن منهم كمان بعدين. مفيش حاجه اسمها بعدين، عصافيرك لازم ترجع لك دلوقتي حالا. لا بقى يا بابي، اشمعنى وافقت المنى؟ هي منى احسن مني ولا بتحبك اكتر مني؟ منى؟ وانا وافقت المنى على ايه؟ الله، منى تعالي. تعالي تعالي تعالي. انتي مش اديتي لبابا الطوابع وقلتي له يبيعها بمعرفته؟ انا خلعت الطوابع من الالبوم بتاعي وحضرتهم في ظرف ورحت احط الطابع على خد بابي، ولسه اقول له انا عايزه ايه؟ يا حبيبتي يا منى، وانا اللي كنت فاهم انك انتي بتطلبي طلب معين؟ فعلا يا بابي، انا كنت عايزه من حضرتك انك تبيع الطوابع دول. امال كنت عايزنا نشوف حضرتك في الموقف الصعب ده ونقف ساكتين؟ يا حبايبي يا ولادي، انا مش عارف اقول لكم ايه. إذا كان في ميزة واحدة للظروف المدربكة اللي أنا فيها، فالميزة دي إن أنا عرفت إن ولادي مش أطفال، ولادي جدعان جدعان وأصحاب مواقف كمان. ماما وبابا يحبونا
فكرتوا معايا شوية في الجملة اللي جاية أكيد هتعرفوا مين هي. بستنى بكرة مع صحفية وأديبة دايما تكتب في جريدة الأخبار ومتجوزة صحفي، تكتب دايما عن مسرح الشباب والأطفال. عرفتوا الحل؟ اللي عرفها أقوله براب، واللي معرفهاش عايز نغششه؟ زمان كان جايزة وكان مهر، كانوا يسموه الحظ الظهر، ده علاج للضيق او للقهر، خده 30 مرة في الشهر، لا تعجز ولا تحني الظهر.